وقد اخترت اللحاق بنبي الله مسيلمة الذي لا يقهر ولا يهزم، ولن يخذله الله طالما نحن معه. اليوم يوم الغيرة، اليوم إن هزمتم تستنكح النساء سبيات وينكحن غير حظيات، فقاتلوا على أحسابكم وامنعوا نساءكم. أنا على المقدمة، أبو حذيفة إلى الميمنة، شجاع إلى الميسرة، زيد بن الخطاب على القلب، على الخيالة أسامة، أبقوا الضان في المؤخرة وفيها الخيام والنساء. أيها الرجال، لقد رأيت منكم بعشا وإيمانا ما رأيتهما في قوم قبلكم، ولقد استجاب الله لي بالنصر على عكرمة، وأعدكم بأننا سننتصر وسنسود ونعلي كلمة الله. أبو دجانة لا بد له من وقفته هذه في المعارك، إنها سجية فيه تسبق كره وطعنه. أذكر أنه مشاها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع. الجنة في انتظاركم يا بني حنيفة، موعدكم الجنة، هيا إلى الختال، موعدكم الجنة، هيا إلى الختال، موعدكم الجنة. جنود مسيلمة يقاتلون بشراسة، لا تنقصوا جنودنا الشجاعة والقوة، إنها من أقوى الجبهات التي واجهناها. أيها الخيالة اتبعوني. أيها الناس عضوا على أضراسكم واضربوا في عدوكم وامضوا قدماً. يا رشان يا رشان، الله الله الله، والله لقد تركت فينا، وإن الذي أدعوك إليه مع أشرف لك وحلو لدنياك. Oh, my God.
زيد 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 بسماع عودتم أنفسكم الفرار يا معشر المسلمين يا معشر المسلمين أيها الجن أيها الجن كل إلى مكانه أين تفرون أيها الجن إن المؤمن كرار وغير فرار هلقوا هلقوا نلتحق بخالد بن الوليد قد هاجم جند مسيلمة معسكرنا على حين غفلة منا إنهم يسبون النساء وينهبون جميع ما فيه فلتشكل كتائب الجنود بحسب قبائلهم المعركة الحقيقية ستبدأ الآن عبد الرحمن عليك بالميسر النجار لا تركتم الرجال وجئتم إلى امرأة تقتلونها عليكم بالرجال فانصرفوا الله أكبر الله أكبر الله أكبر you
تدعوهم يدخلون. أغلقوا البوابة.